السلام عليكم وبسم الله توكلنا على الله ومرحبا بكم في واحد الخمسة ديال الهكتارات اللي مهمولة، ولكن الغرس فيها مازال يتنقد مازال مزيان. تقريبا خمسة ديال الهكتارات فيها بير ديال السوندا وفيها السكنة. بالنسبة للتفاصيل ديالها كاملة غادي تلقاوها في الرابط ديال القناة الجديدة ديالنا، لأن غادي نرجعو نخدمو على القناة الجديدة اللي سميتها أراضي الخير. غتلقاو الرابط ديالها تحت الفيديو. اللي بغى يشوف هذا الفيديو هذا والتفاصيل ديالو كاملة مع اللي يدخل عندنا على القناة الجديدة ويأبوني يتأبونا معنا، والله ييسر الأمور للجميع. يدير أبوني القناة الجديدة ويدير هذاك الجرس باش ديما يوصلوا الجديد اللي غادي نبداو نديرو. وتحية لكل المتتبعين الكرام، ومرحبا بكم في هذا العرض الجديد الممتاز، فيه ثمن مناسب ثمن رخيص. مرحبا بالجميع.